الماكله اللي رخيصه هي اللي كتمشى. دابا باغ اكزومبل انا كنتمشى هنايا لبنت ليا شي غيستو رخيصه وداك الشيء ما نشوفش الماكله ندخل ناكل فيها فهمتي، حتى على حسب الجهد وعلى حسب فين بغيت نخسر فلوسي وداك الشيء. باغ اكزومبل انا الماكله واخا غلا هذا اخر حاجه كنفكر فيها هي الماكله زعما فهمتي. صافي هادشي اللي كاين وزعما راه كاع الاغلبيه مع الناس كبار كيفاش يفكروا، المهم الطلاب هكا كيفكروا سورتو لك انت بعيده على داركم ما كتفكرش كاع في لي فيتامين وداك الشيء فهمتي، كتفكر في اللي غير اللي باش تقتصد وكذا باش تكمل الشهر. دابا بالنسبه للخضره كنشرو على حسب المقاييس ديالنا، بحال مثلا نشرو نسولو على الفوائد كي دايره، الا كان فيها الفيتامينات راه كتكون مزيانه، ايوا الا كان فيها شي حاجه خامزه ولا شي حاجه كذا راه الناس ما كيشروهاش. بالنسبه لبنادم كل واحد اللي قد يجدو، كاين اللي كيشري مثلا الحاجه الغاليه وكاين اللي كيشري حاجه رخيصه. اذا كان حاجه غاليه بزاف ما كناخذهاش على حسب جيبي، اذا كان حاجه مزيانه نقدر ناخذها الا عجبتني نقدر ناخذها، ولكن كانت حاجه عيانه ما ناخذهاش. ملي كنمشي لشي ريستورون كناخذ داكشي على حسب الحميه الغذائيه اللي كناخذ، وما كنشوفش على حسب جيبي وما كنديهاش في الثمن بزاف. كناخذ الخضره الديسير المعجنات ولي بات. الريستورون كنقصدهم على اساس الفلوس، يعني الجيب ديال المواطن لحقاش الانسان في المغرب اصلا السميك ما فيه والو، ماشي على اساس زعما البروتينات الكالسيوم وبيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الفلوس يقدروا يقصدوا لي ريستو على اساس داك الشيء اللي كيطلبوه هما في الماكله ديالهم، لا هنا ناقص بروتين لا ناقص كالسيوم لا ناقص اكسيتيرا. الناس كتاكل على قد جيبها، ما كاينش لا فيتامين ولا والو، الناس كتمشي كدور كتقلب على اللي رخيص على قد جيبها وصافي، هذا هو اللي كاين. كاين شي ماكله انا كنقلب على الفيتامين ولا الكالسيوم ولا شي حاجه، لا السبب الوضع الوضع المادي ديال الانسان على حساب جيبه على حساب القدر اللي يقدر يكونسومي وصافي، هذا هو اللي كاين. ما كاين شي حاجه دو بليس، كنقلبوش على الفيتامين كنقلبو على ما ناكلو، ولا كياكلو باش يشبعو، هذه ما فيها شك كياكلو باش يشبع، كيقلب على قد جيبو خصو ياكل باش يشبع لا غير، ما كيقلب على شي حاجه اخرى. ما كيشوفوش من ناحيه لي فيتامين وهادو باش ينفعوا ريوسهم، باش يشبعوا صافي، ما كاينش اي حاجه بانت لهم كياكلوها. كيشوفوا مثلا لي مينو كيشوفوا شي حاجه رخيصه كيمشيو لها، ما كيهمهمش اشنو الفوائد اللي فيها ولا هادي فهمت. اخويا الماكله ديال الدار انا ما نكذبش عليك، الشيء هو الوحيد اللي عندي انا كان مره كنتعشى في الزنقه، واو خير مثال هو صافي. خويا انا صراحه الاثمنه بانت لي شي حاجه رخيصه راه كنزعم ندخل ناكل، بانت لي شي حاجه غاليه راه كنرجع للور صافي. هادشي اللي كاين اخويا. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.